السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف بعض الأوامر التعديل على برنامج فورمولا 360. وليكن مثلا عايز اخد شكل مصغر لدوت بحيث ابدأ اعمل له انبساط، فهعلم على الجانب دوت تمام، وهدوس رايت كليك وهقول له من هنا تبدأ تقول له انا عايز اعمل اوفسيت فيس، فلما تعمله اصغر بالشكل دوت تمام او اكبر بالشكل دوت تمام. فانا ممكن اقول له اصغر اهوت، وبعد كده ابدا احدد الجزء اللي جوه واقدر اعمل له اكسترود بالشكل دوت سواء للداخل او للخارج تمام. طيب لو انا عايز اخلي الحواف اللي هنا تكون ناعمه شويه، فانا ممكن اعمل سيلكت لاي حرف من الحواف واقول له كرييت واقول له ادفانسد واقول له فيلت تمام. بيقول عايز فيلت قد ايه؟ واحد كفايه، وابدا اعلم على الجوانب اللي انا عايز اعملها فيلت واقول له اوكي تمام. هتلاقي ان هو عملها بالشكل دوت بشكل قوس بشكل جميل، بحيث تقدر يعني لو احنا بنعمل ترابيزه حقيقيه ما تبقاش الجوانب بتاعتها حافه صلبه ممكن حد يتخبط فيها، بالشكل ده تبقى افضل تمام. ممكن تعمل سيلكت على الجزء دوت وتدوس هنا تقول له انا عايز اعمل مثلا كوبي مثلا من الجزء دوت، او عايز اعمله سكيل تمام. فتقدر مثلا تكبر او تصغر زي ما انت عايز. تمام، دي بعض أوامر التعديل على برنامج فورمولا 360.